بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نغير شكل الايفون لاي او اس 11 الكترا جيل بريك. زي ما انتم شايفين الايقونات كلها شكلها مختلف، حتى الخط سواء كان عربي او انجليزي، وهنعرف ازاي نعمل كده دلوقتي. اول حاجة بنعملها بنفتح السيديا، بعدها بنجيب البحث وبنبحث عن حاجة اسمها روكيت بوت استراب، ويفضل ننزلها من السورس الرسمي بتاعها اللي هو بيج بوس. زي ما انتم شايفين مكتوب تحت بيج بوس. طبعا بعمل انستول، بس انا مفيش داعي اعمل انستول لان انا بالفعل عامل انستول قبل كده. تاني حاجة ببحث عن حاجة اسمها انيمون، وبرضو بثبتها، يفضل برضو من السورس الرسمي بتاعها اللي هو بيج بوس. بعد كده بنلاقي الايقونة بتاعت البرنامج اتضافت عندي تحت اسمها انيمون. الجزء ده بس اللي هو اللي فوق ده هو بس اللي بيظهر لي اول ما افتح البرنامج. اي حاجة تانية دي انت بتضيفها مع الوقت، سواء خط او سم ايقونات او كده. بالنسبة للسمات ممكن ننزلها من كذا سورس طبعا، لكن عندنا تجميع حلوة في السورس ده اللي هو ده. بنفتح كده بنلاقي تحت خالص في سمات 9 و10 اي او اس 9 و10. في هنا ايقونات كتير جدا وخطوط. بالنسبة للخط، فالخط الانجليزي اللي انا شخصيا بستخدمه اسمه كور سانس دي اي او اس 10 11. بالنسبة للخط العربي في خط كويس اسمه فونت عربيك اي او اس، ده فيه حوالي 5 أو 6 خطوط عربي، من ضمنهم الخط اللي انا حاليا بستخدمه. بمجرد ما بنثبت الحاجات ديت وبنفتح البرنامج بنلاقي كل السيمز اللي انا ثبتها بقت جوه البرنامج. مثلا بتكه كده على فلورا ده وبنحدد اللي انا عايزه، وليكن مثلا راوند ستايل كده انا غيرت الشكل. بتك على بريفيو من فوق بيظهر لي الشكل اللي هيبقى عليه الموبايل، بقول له ابلاي. زي ما انتم شايفين الشكل اتغير للشكل اللي احنا حددناه. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد قريبا ان شاء الله.